نروح لملف تاني واكيد الاهلي، وهنتكلم عن عفوا امبارح هو خاض مارانو على ملعب التتش زي ما تابعنا مع حضراتكم، استعدادا طبعا لمباراه الاسماعيلي اللي هتقام ان شاء الله في الساعه 9 مساء بكره الاربعاء، ده في اطار منافسات الجوله 29 في بطوله الدوري الممتاز. طيب الاهلي بيسعى، اكيد الاهلي بيسعى لتحقيق الفوز في جميع المباريات اللي جايه زي ما كنا بنقول، واللي هتبدا بمباراه الاسماعيلي اللي هي اعتقد تاني هنقعد نكرر مباراه مهمه جدا. يعني الاهلي والاسماعيلي يمكن المباريات اللي بينهم كانت 137 مباراه، الاهلي فاز فيها، انا بكلم حضراتكم بالارقام، 71 مباراه، والاسماعيلي فاز في 29 وتعادلوا في 37، ده تاريخ يعني مواجهات الاهلي والاسماعيلي. طيب احنا عندنا لسه مباريات متبقيه، عندنا مباراه انبي السبت يوم 14 اغسطس، طلائع الجيش 3/17 اغسطس، المصري الجمعه 20 اغسطس، على ان تقام بقى مباراه الاهلي امام الجونه هيكون مفروض يومي 23 و24 اغسطس، وبعد كده اسوان 26 و27 يعني في اغسطس. فمباريات كتيره جدا متبقيه، اكون او لا اكون زي ما بيتقال، مباريات كؤوس، بالتوفيق ان شاء الله يا رب.